ربي قدر الخير في الحلقة. عند تصوير هذه الحلقة حدث أمر غريب، قطعت الكهرباء من غرفتي فقط، لكن في باقي المنزل لم تقطع الكهرباء وتعطل الهاتف. ربي قدر الخير في الحلقة. اليوم سنحكي على ناس مختلفين. هذا النوع من الناس الذي سنتكلم عنهم اليوم هم أناس فريدين من نوعهم، فريدين من نوعهم ليسوا للأشخاص العاديين بل للسحرة والمشعوذين. هذا النوع من الناس اسمهم الزهري أو الزهريين، لست متأكد من التسمية. اليوم ستعلمون كل شيء عنهم. المهم لنبدأ. الطفل الزهري هو طفل صغير يكون في عمره 10 سنوات أو أقل. لماذا في العاشرة؟ لأن بعد 10 سنوات ستتغير حياته، ستتغير حياته من ضحية للمشعوذين والسحرة إلى ملك ملوك الجن يخشاه الجن. وكلمة الزهري يعتقد أنها مشتقة من كلمة الزهر أو الزهر بالدارجة في شمال إفريقيا، والزهر أو الزهر في شمال إفريقيا يعني الحظ. وأيضا يعتقد البعض أن كلمة الزهري آتية من كتاب زهر، وهذا الكتاب أنشأه الحاخام الإسرائيلي شمعون بن يوحان، والذي يعتبر أحد أهم كتب الكابال اليهودية، السحر الأسود. وهناك تفسير ثاني للباحثين في علوم النجوم والكواكب الروحانيين أن الطفل الزهري هو الذي يولد عند اقتراب كوكب الزهرة من كوكب الأرض. وعلميا أول يوم في السنة يقترب فيه كوكب الزهرة من كوكب الأرض هو يوم 28 فبراير أو 29 في السنة الكبيسة، ويدوم اقتراب كوكب الزهرة من الأرض 10 أيام. المهم الإنسان الزهري، يقولون أنه الإنسان الذي تفتح أمامه جميع الأبواب، وأي شيء كيفما يكون صعب يكون أمامه سهلا. يقول السحرة أن الطفل الزهري هو طفل محظوظ جدا جدا، بل أنه يجلب الحظ أينما ذهب، كذلك الملك الذي كل ما يلمسه يصبح ذهبا، وهو إنسان يستطيع دخول عالم الجن للجن علاقات معه. ويقولون بعض السحرة أنه في الأساس طفل من الجان، ولكن أثناء ولادته استبدلوه بفرد من الجان. ويقول البعض أن الزهري هو من سلالة مباركة ونادرة تعود هذه السلالة إلى سيدنا سليمان، وأفراد هذه السلالة هم من يتم اختيارهم ليكونوا أشخاص محظوظين، ويكونوا هم حلقة الوصل بين عالم الإنس وعالم الجن، العالم السفلي. ولهذا السبب يعتبر الطفل الزهري شيئا نادرا وثمينا جدا للسحر والمشعوذين، وهؤلاء المشعوذين مستعدين لدفع أي ثمن وفعل أي شيء للحصول على هذا الطفل. أحد السحرة يقول الطفل الزهري هو مصدر الحظوظ، لأن بداخله جن يعيش في جسده ولديه قدرات خارقة، منها القدرة على الاتصال مع الجن والعالم السفلي. عندما يولد طفل زهري في عائلة وتكتشف العائلة أنه يحمل صفة من الصفات، فتخاف عليه وتعزله على المجتمع، والعائلة تربي أطفالها على أن يفتحوا أفواههم أو يخرجوا بسلام أمام الغرباء، وأن لا يفتحوا أيديهم أمام عامة الناس، خوفا من أن يلاحظ ساحر هذه الصفات، لأن السحرة مقتنعين أن الطفل الزهري هو مفتاح الكنوز. سؤال: ما هي أوصاف أو مميزات الطفل الزهري؟ للزهري درجات. الزهري 7 درجات، وتختلف الدرجات بعدد الصفات التي فيه. فللزهري 7 صفات، منهم من يحمل 1 ومنهم من يحمل 6 صفات. لأن الغريب أن السحرة وعلماء الفلك يقولون أن من يحمل 7 صفات هو شخص واحد يولد كل 100 سنة،
وهذا الشخص الوحيد على هذه الأرض يحمل 7 صفات ويخشاه الجهل. ما هي تلك الصفات؟ من الصفات التي أكثركم يعلمها؟ الصفة الأولى كلكم يعلمها، الخط في اليد، الخط المتواصل في اليد. الصفة الثانية فراغ صغير في آخر الرأس، كما يسمى في شمال إفريقيا بالنخلة، ويكون فيه 2 نخلتان، ويكون فيه شق في اللسان على طول اللسان. والعلامة الأخرى هي شق في القدم على طول قدمه، وعلامة خط في طول الرقبة على طول الرقبة كأنه ذبح بالقبل، وإشارة في عينيه ويجب أن تكون متحركة، وعلامة في كتفه الأيمن عبارة على نقطة سوداء. وهذه العلامات سرعان ما تكون مشكلة للدم، لأنه يكون مطمعا للسحر والمشاوير ولفتح الكنوز بداية. والكثير منكم سمع عن عمليات الخطأ وعمليات القتل والذبح للأطفال، فالساحر يعقد صفقة مع الجن بتقديم قربان للجن، وهو دم الطفل الزهري، والذي يحمل ولو علامة واحدة. الجن يقول له: أتني بهذا الطفل وقضي الكنس. ويأتي الساحر بالطفل ويقوم بذبحه. والدري هذا لأنه مالي الإمكان وما يطلبوا لي، وديته وذبحته. والغريب يقول السحرة وعلماء الفلك أن الطفل واحد يولد كل 100 سنة يحمل 7 صفات، وهو الوحيد الذي يحمل 7 صفات، فمن هو يا ترى؟ كل 100 سنة طفل واحد في أول يوم من اقتراب كوكب الزهرة إلى الأرض، يعني يوم 28 فبراير، كل 100 سنة، وأن يحمل 7 صفات من الصفات المذكورة. والأغرب يقولون أنه يجب أن يتربى يتيما، إما أن تموت أمه عند ولادته، أو أن لا يتجاوز 40 يوم ويموت أحد أولياء أحد والديه. 40 يوم، لأنه من سلالة سيدنا سليمان، من سلالة مباركة وشريفة. ويقولون أن هذا الطفل إذا تجاوز عمره 10 سنوات ولم يقدم كقربان للجن، فسيصبح ملك ملوك الجن، ولهذا يخشاه كل الجن. الجن يخشاه ويحاول أن يبعد عليه كل الزهريين الآخرين، لأن في اجتماعهم يكونون قوة مخيفة، قدرة خارقة. ويقولون السحرة أن هذا الطفل إذا وجد فهو ذو قوة خارقة، ويقدر على رؤية أشياء لا يقدر الإنسان العادي أن يراها، وأن الجن يسعى لإضعافه وتدميره. فهل يوجد إنسان بالمواصفات هذه؟ الزهري بين الحقيقة والخيال. الغريب أن السحرة مقتنعين بهذا، وبعض الناس في مجتمعاتنا تؤمن أن هذا الزهري ولو فيه علامة واحدة فهو يجلب الحظ وقادر على فتح الأمور الصعبة. وعند بحثي في هذا الموضوع أصدقائي، أقسم بالله سأتكلم بصراحة، عند بحثي في هذا الموضوع صدمت كثيرا، لأن فيه كثير غرائب، والأغرب أن 7 مواصفات هذه موجودة فيها. أقسم بالله. والصدفة أني مولود يوم 28 فبراير، والأغرب أني يتيم وأبي توفى وأنا عمري 40 يوم. أنا أقسم بالله مصدوم، كل العلامات فيا، من اليدين، من اللسان، من في العين، في الرأس، في الساقين، 7 كاملين. وأيضا أنا يتيم مولود يوم 28 فبراير، وأبي توفى وأنا عمري 40 يوم. انتم متخيلين انا الصدمة؟ انا قبل نعرف اللي في عيني، ونعرف اللي في ساقي، ونعرف اللي في يدي، ونعرف اللي في راسي، ونعرف هذه، ونعرف كل. اما الصدفة انه
كوكب الزهرة اقترب بيوم 28 فبراير، دخلت بعضي ما عارف نتكلم، وانه يكون يتيم ولازم يكون ما يتجوز 40 يوم ويصبح يتيم. ما فهمتش يعني. الرجاء ابحثوا معايا واكدوا لي هل هذا هراء ام انا غريب. شاركوني اراءكم، واذا اول مرة تفرج عليا ابوني سبسكرايب اشتراك ولايك، دعمني وفعل الجرس باش توصلك برشا حلقات. انا ان شاء الله مواصل، ان شاء الله عجبكم اللوك التونسي الشاشية والدنجري ان شاء الله.